خذنا الحزمة تفرحنا. شوف تذكر أمس كان لا حديث يعلو على الخبر الذي بثته وكالة الأنباء السعودية واس حول أمر ملكي بتعيين الأمير محمد بن سلمان رئيسا لمجلس الوزراء. طبعا تعرف طريقتنا فيها هلا بالعرفة تبسيط الأمور وإعطاء لمحة تاريخية حول كل شيء. المادة الفقرة دال من المادة الخامسة تقول من نص الفقرة أنه القرار يقول يكون ولي العهد متفرغا لولاية العهد وما يكلفه به الملك من أعمال وما يكلفه، فهو تكليف من الملك لسمو ولي العهد. نجي طال عمرك لحيثيات الفكرة التاريخية، الفكرة ليست هذه المرة الثالثة اللي تصير، متى صارت طال عمرك؟ زي ما نشر اليوم في الشرق الأوسط يقول لك أنه الملك عبد العزيز عام 1953 سوى مجلس وزراء وأمر أن الملك سعود يرأس مجلس الوزراء. أيضا في عهد الملك فيصل رحمه الله شكلت أيضا وكان الملك فيصل وهو ولي العهد رئيسا لمجلس الوزراء، هذه المرة الثالثة. نجي الآن الشارع اللي يتساءل إيش الميزة لما تكون بهذا الشكل. في طال عمرك أربع خطوات، أولها إنه ولي العهد يحظى بثقة الملك سلمان حفظه الله في هندسة رؤية 2030 التي تعتبر هي خارطة الوطن، فبالتالي إنه أعطيت القيادة لمن يعرف الرؤية، هذا واحد. اثنين وهو الأهم إنه هذا القرار فيه تسريع للأداء الحكومي، بمعنى تسريع بمعنى أنت بدل ما تمر بسكة طويلة لا مباشرة قائد الرؤية هو رئيس مجلس الوزراء وبالتالي الصلاحيات والاعتمادات كثيرة. أيضا تجي تعدد مهام ولي العهد في إدارة الدولة، عندك لا تنسى المجلس السياسي والمجلس الاقتصادي، الآن ثلاث مجالس لما تتناغم فيها هذا إيش يقول لك؟ تكاملية الأجهزة، يعني سمو ولي العهد في مجلس الوزراء يناقش قضية، تناقش في مجلس الاقتصادي وفي مجلس السياسي، إذن هي بدل ما تمر على ثلاث مراحل صار رجل واحد في الثلاث المجالس هذه، لاحظت الفكرة؟ فهم يسمونها تكاملية الفكرة في هذه الثلاث المجالس. أخيرا أحيانا سمو ولي العهد يمثل المملكة خارجيا، هو الآن بهذا المنصب أصبح يمثل بصفته رئيسا للوزراء ويقعد رئيس مع وزراء الهند، رئيس وزراء بريطانيا، هذا وبالتالي يعزز موقف ولي العهد في الزيارات الخارجية أو في إدارة القمم الداخلية، مثلا قمة في جدة، قمة على مستوى الخليج من هذا الباب. نجي يا طويل العمر إلى الأصداء الحقيقة رصدتها رؤساء دول، رئيس دولة الإمارات، أمير قطر، أمير البحرين، رئيس مجلس السيادة السوداني، رئيس وزراء باكستان، كلها كانت تؤكد مشاعر النبل والمحبة للسعودية والتهنئة. نجي أيضا في الداخل، الحقيقة أنا لفت نظري مجموعة من التصاريح لكبار المسؤولين في الدولة، أولهم المفتي العام. المفتي والله قال كلام دقيق، قال صدور الثقة الملكية بأن ولي العهد رئيسا لمجلس يؤكد دعم ومساندة خادم الحرمين الشريفين للطاقات الشبابية والكفاءات العالية التي تعمل بتفان لمصلحة الوطن. شوف دقة كلام المفتي، النائب العام ولي العهد يحظى، شوف الصفات اللي قال، يحظى بقدرات واسعة، اثنين مهارات عالية في تنظيم العمل المؤسسي وفق خطط واستراتيجيات دقيقة في ضوء منهجية تقوم على التوازن والتناغم. نجي أمير الرياض أيضا قال كلام دقيق، قال الثقة الملكية تأتي معززة لما يتمتع به سمو ولي العهد من نظرة ثاقبة وقيادة حازمة ورؤى طموحة لتحقيق مستقبل زاهر للمملكة العربية السعودية. أيضا معالي رئيس من الدولة قال ما نشهده من قفزات تنموية تأتي بفضل القيادة الرشيدة. هذا ما يمكن أن نقوله في تداعيات القرار اليوم، لكن أيضا لا نحرم الناس من حزمة الفرح المعتادة، وهي الحقيقة سلة كبيرة ومتنوعة، من ضمنها استحداث تأشيرتين تعليمتين للطلاب والباحثين دون كفيل. تعرف في السعودية لا يمكن تأتي إلا فيزة عمل. الآن صار عندك طال عمرك إذا أنت باحث تقدم أونلاين وتأتي لجامعة من إما طويلة المدى أو قصيرة المدى بشرط أن تكون تتمتع ببحث علمي قوي. يعني باحث مثلا في أستراليا يأتي للسعودية لا من غير كفيل. هذا ترى القرار أمس صدر.
2 موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين حفظ الله على استحداث بند البحث العلمي. دائما تشوف العرب يقول لك إسرائيل تصرف على البحث العلمي، إسرائيل والدول العربية تصرف. الحمد لله الآن صار في ميزانية مقررة للبحث العلمي، بمعنى أنه أبو يحيى ابتكر طريقة لمثلا علاج معين، حلو، هذه الطريقة اللي ابتكرتها بحث علمي الدولة تستثمرها وتبيعها على أنها منتج. أنت تعرف أننا في عصر الابتكارات. أيضا 3 مجلس الوزراء يوافق على استحداث كاميرات المراقبة الأمنية في كل محل. الحقيقة الكاميرات أثبتت أنها تضبط الناس ولا لا؟ صحيح. أي إلزام طالبي، وهذا أيضا مهم من وزارة الشؤون البلدية والقروية، إلزام طالبي رخص البناء أو الهدم أو الترميم بالتعاقد إلكترونيا مع ناقل مسجل لدى منصة مدينة الرقمية لنقل المخلفات. أنت تشوف مثلا كثير مباني بعد ما يخلص أو يهدم تلقى بقايا المخلفات، الآن وقعوا مع عقود أنه قبل لا تبدأ الهدم توقع مع ناقل لاذع. أيضا تحت الإنشاء مجمع الرياض أوتلت، وهذا نشكر عليه الترفيع الحقيقة. أوتلت هذا حيكون حديث الناس من 1 أكتوبر إلى 14 بحي الرحاب، وحيكون معنا في حديث موسع أثناء الحلقة إن شاء الله. إن شاء الله التسويق الأولى. بالضبط. أيضا هذا طبعا الأوتلت، تعرف كثير من الأسر يطلعون من السعودية عشان الأوتلت اللي في أوروبا وكذا. الآن الأوتلت جاينا، هو كلمة إنجليزية تعني سوق التخفيضات أو سوق البضائع المخفضة. أيضا لجنة الأحياء العشوائية بجدة تدعو المواطنين لاستكمال إجراءات صرف التعويضات، وهذا أيضا شيء جميل. السعودية تتصدر قائمة الدول 20 في نمو السياحة هذا العام بنسبة 120%. المملكة تعلن طرح 5 مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة. أيضا بعد 3 سنوات على إنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية نمو نسبة التراخيص الصناعية بأكثر من 25% حتى تصل 10,000 مصنع عندك في السعودية. الأمن البيئي، غرامة استخدام جهاز جذب الطيور في أجهزة يحطونها بعض الناس صوتها حلوة، الطير مسكين يتوهق ويجي فما يدري إلا هو مكفوش، الآن 50,000 غرامتها. معالي الأستاذ ياسر الرميان يقول صندوق الاستثمارات يخطط لتوفير 1,800,000 وظيفة، وهذا رقم كبير. أيضا استطلاع أصداء بي سي دبليو 97% من السعوديين يرون أن أيامهم القادمة أفضل، و 99% يرون من الشباب يؤكدون أن رؤية 2030 ستضمن بناء اقتصادي قوي للمملكة. هذه حزم فرح، الحمد لله، يعني اليوم واحدة من أطول حزم الفرح. لا وترى الله يديمها يا رب ويكثرها، وترى والله استبعدت كثير عشان ضيق الوقت. أبد، الله يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ويديم الخير والسعادة والمجد لهذا الوطن. سنذهب